ايوه يا بكار، هتيجي تلعب معانا؟ لا مش هقدر. ليه؟ اصلي رايح مع خالي مشوار. وهترجع على بالليل؟ لا، يمكن اقعد معاه يومين ثلاثه. ليه بقى؟ اصل احنا رايحين اللوكسور. يا بختك، خالي اشتغل شغلانة جديدة هناك وعاوزني اساعده في اول يوم. هو اشتغل ايه؟ يلا يلا يا بكار. الله، شايف يا خالي؟ يا سلام، منظر جميل جدا. هو انت هتسوق من طاد من دول؟ لا يا بكار، سواقت ايه وبتاع ايه، انا بس جاي علشان اساعد واحد صاحبي. هوي هوي سيدون. هوي يا بدون، اهلا بيك. دي بكار ابن اختي. ما شاء الله، كويس انك جبته معاك، هيتفرج على المنظر من فوق وهيتبسط جدا. اني عارف الاثار اللي هنا، الرميسيوم ومعبد حتشبسوت والبر الغربي ومقابر النبلاء. شاطر. اسمع يا سيدون، انا لازم امشي. نعم تمشي؟ يعني ايه؟ يعني انا عايزك تطلع المنطاد مكاني. ايه بتقول ايه؟ ايوه بس انا ما نعرفش اي حاجه عن الموضوع دي. خفيف هيساعدك. مين خفيف دي؟ يا خفيف. هاي ده خفيف ازاي يعني؟ انا اسمي جمعه وشهرتي خفيف. واني بكار. وشهرتك؟ بكار برضو بيتهيألي. أنا ما نقدرش نطلع منتاج زي دي من غير ما تبقى معايا، دي مسؤولية. يا سيدون الموضوع بسيط جدا، هوا سخن يطير المنطاد، تقلل النار شوية ينزل. هو أنا راح نسلك بيض يا عبدون؟ ما أنا قلتيلك خفيف هيساعدك. ما ينفعشي. بص يا سيدون، أنا جاي لشغل على مركب سياح النهاردة. أيوة أو كده، أوديني أنا على المركب واطلع أنت هنا، على الأقل لو المركب غرق ولا حاجة نعرف نقوم ولا نتعلق بأي حاجة كده ولا كده، إنما ده لو جراله حاجة في الجو أنا هنعمل إيه؟ ما نعرفش نقوم في الجو. ما تبقاش جبان أمال، الشغل اللي جالي على المركب ده هاخد فيه فلوس كتير، هقبض بالدولارات يا سيدون، وانا مأجر المنطاد ده ومش هينفع اسيبه راكن. شغلهولي وخفيف هيساعدك، والفلوس اللي هتكسبها النهاردة هنقسمها بالنص. يا عبدون عبدون، يلا يا عبدون المركب هتتحرك. بص يا سيدون، لو عرفت تسوق المنطاد وعملت قرشين كويسين هشغلك معي على طول. ها سلام. يا ربي ده ايه الورطة دي؟ انت هتسوق المنطاد فعلا يا خالي؟ شكلها كده يا بكار. بس انت ما بتعرفش يا خالي. نتعلم بقى يا بكار علشان نشتغل، ودي شكلها باين عليه شغلانة حلو تمام، ولا ما كانش عبدون دي يشتغل عليها؟ نعرفه، دواد عفريت. التذاكر من هنا يلا.